ليه؟ هو جول ده ملعب حليم، يلعب كورة طويلة بشريف، يطلع نبيل جمال. هو عشقه الكورة من وهو طفل، يعني عنده 5 سنين حاجه زي كده، وكان بيلعب دوري المناطق. كان حتى يعني والدي بيزعله عشان كان بيلعب مع ناس اكبر من سنه، وكان ممكن يعني يضطر ان هو مثلا يبات بره لو راح محافظه بعيده مثلا وكده، وكان يتضرب بردك وكده، وتاني يوم يبقى يرجع تاني بردك يلعب. وبعد كده اخذ دوري المنطقه بتاعتنا بردك. يعني كان في يوم من الايام والدي كان ماشي في الشارع ولقى الناس بقى شايلاه وجايبين له تقوم التيشيرتات وكده، بيهيصوا على اساس ان هم خدوا الدوره وكده. وايام كمان كان بيلعب دوره رمضانيه، دوره سعيد الحافي وكده، وكان برضك بيلعب تحت استثمار تانى المصانع. كان بقى عنده برضك ذكريات كويسه تحت المصانع، كان بيلعب مصانع وكان في نفس الوقت كان مجند. وراح لعب في اسوان برضك، خد المحافظات دي من اول مصر خدوها محافظه النادي الاهلي الاشبال اللي كانت في سنه، لحد ما راحوا اسوان وبرضك اهله هناك في اسوان طلعوا له كده. فتاريخه بعدين هو حنين جدا، هو اخ واب، وكمان كل الاطفال دي احفادي يعني بيحبوه. حتى الاطفال عندنا في الشارع حتى لو هو مثلا معاه فلوس او اي حاجه، مش ممكن لو هو محتاجها ولا الاطفال دي حواليه هيجيب لهم بيها اي حاجه، ان هو يسعدهم ويحب الاطفال قوي قوي. الاول يعني والدي ما كانش فاكر ان هو هيبقى في المكانه ديت وكده، لما ان شاء الله ربنا كرمه ولعب الماتش اللي هو جاب فيه الهدف الاخر دوت، طبعا كلنا بقى فرحنا وبقينا نفتخر بيه. وكمان احنا انا والدي من اسوان لكن والدتي من الفيوم، عندنا يعني عيلتين، عيله في الفيوم وعيله في اسوان. كان كل بقى اهلنا، كان محمد معروف على مستوى الفيوم محافظه بحالها، ومستوى اسوان وغير منطقتنا في المنيل وفي بلاء. ويعني هو الحمد لله رغم ان هو ما لعبش فتره كبيره لكن كان محقق نجاح جامد، وبعدين كسب من الكوره دي حب الناس. يعني كمان كان زمان التجار اللي هم بتوع التوفيقيه ورد الفرج والناس دي كانت بتحب تتفرج على الكوره، فكان اغلب مشجعينه الناس دي غير الناس التانيه.